السلام عليكم. السلام ولدي. اسم ديالك سلامك. المقر ديال السكن ديالك. قصر توريا ساكنة ولدي في لبيتات الدور ديال تورقة مجموعة 6 رقم الدار ديال رقم الدار 19. إذن الشريفة غادي تعاود لنا بداية ديال المشكل، كيفاش تبدا؟ البداية ولدي ديال المشكل كانوا مناقشين مع خويا واحد الدار تيقولوا لهم دار حلالة وما هنا. فايتين مناقشين مع خويا وثلاث شهور وحنا كنهبطوا ونطلعوا على ود هذا كانوا تحاموا عليه. المهم بقات القضية طالعين ثلاث شهور ولا أكثر وحنا طالعين هابطين عند المخزن، تسالات القضية وما قبطوا تيقارهم. خويا دخل سق راسه، جاب الله المامات، ماماتش هو بكورونا، مات الموتة ديال الله وعنده الوراق وكل شيء. جاو عزاونا بربع أيام نهار خمس أيام ناضوا لينا. عزاوكم تعزية عادية أخوية ولا؟ لا غير جاو شافوا خويا واش مات وبقاو تيشوفوا بحال هكايا وطيب بدا تيطلع على وجهه بحال هكايا وخرج عندي للكوزينه بقى تيشوف فيا قال لي البركه في راسك. قلت له يا ودي ما مشى معاك بس الموت ديال الله. انا ولدي كون مات خويا الله يرحمه بكورونا على غادي يعطيوه لنا حنا ندفنوه؟ ما غيعطيوش لنا المخزن اللي غيتكلف بالعمليه. قلت لك ولدي تما تربت عاوتاني العداوات الثانيه بداو تيحرشوا عندنا الدراري تيجيبوهم من المحاريك تيجيبوهم من القواص كيجيبوهم من اي قنت كاع دوك الحوات اللي كيبيعوا معاه الحوت كيجمعهم في الطوموبيل وكيجي مع دابا كورونا. اي قصديره كانت شايطه كتباع بقل ثمن حيت كورونا تيجمعوهم فيها ولدي وكيجيبوا منا حتى لهنايا وتيبقاو يشيروا علينا بالحجار ويضربوا لنا بقراعي ديال الشراب وما كنعسوش لدرجه تيجيو حتى الباب الدار هنايا وتيبغيو يديروا داك سميت داك الباس باش يبقى شحال من خطره كنحصلهم كيخربقوا في هذا وعلى في القفل وعلى قبلهم تدرت هذاك الحديد الباب الدار باش بديت كنسد في الساقطه وكنسد بالسلسله وما ضرنيش فيهم الحال. هكذاك ولدي بدا باينة تسالتنا البوطة ما نخرجوش في الليل ما نخرجوش نبدلوها. جا عندنا شي ضيف ما عندناش الحق نخرجو، اللي خرج كنلقاهم جالسين هنا وكيجالسين لينا هنا كنديرو بنقص. راجل ولدي كيخرج في الخمسة د الصباح تنخاف عليه اللي يتعرضوا لي، راجل اللي كيخدم تاني في ستة ديال الصباح تيخرج في نص الليل، ستة راه ما كتجي في نص ساعة الليل. تنخافهم لا يتعرضوا لا يضربهم شي حد ولا يتعرضوا لشي مكروه ولا يضربهم شي حد بشي موت ولا شنو السبب علاش هما كيديروا هكا؟ كاين انتقام مني حيت خويا فايت مدابز معاهم وتيضربونا بالحجر تيقول لك كورونا. قال لك خويا مات بكورونا حنا خصنا نرحلوا من الزنقه ما نبقاوش جالسين هنايا. والدار حنا ما شاريينهاش الله يخلف على سيدنا، حنا من الناس ديال تورقه. امي كانت خادم ديال محمد الخامس الله يرحمه، اختي كانت خادم ديال محمد الخامس الله يرحمه. عطانا الدار بنيناها استقرينا من واحد 63 وحنا ساكنين هنايا حتى طحنا في هاد الناس هادو. ولدي عييت مانش كيدير الشواهي الطبيه، تضربت بالموس يدي تضربت حرقت وجهي بالمقاطع، ضربوا الراجل راه واش شي راجل كبير ضربوه بالقرعه لهنايا. هنا خرجنا كيضربنا بالحجر بهذا. الولده ولدي راه تعرضوا ليه، راه سبعه اللي تحاموا عليه. هادي اللي وريتك التصويره ديالها هي اللي عطاتهم المعدات الجنائيه، عطاتهم السيف ضربوه راسو فقد الذاكره ما بقاش تيعقل. وهذيك الضربه هي اللي سببه باش ولا كيحرق لي الحوايج في الدار ولا تيدير بزاف ديال الحوايج بلا ما عقل على راسو بلا ما يعقل على راسو. كنجمع الحوايج لخوه باش نزوجو نتحرقهم ليا، ما عقلتش فقد الذاكره. الولد ما عقلش على راسو انا اللي كنغسل ليه، انا ماشي راجل باش غنكتشف ليه. الا كان خويا يغسل ليه، الا كان با يغسل ليه، الا ما كانش هذوك ضروري ما نتكلف به انا. والولد راه كبير عنده 31 عام وانا مريضه فيا السكر، داكشي كيعصبني ما نقدرش نبقى مقاومه ونبقى مقبله حتى التالين. الا متانا شكون اللي غادي يقبله؟ با راجل كبير شكون اللي غادي يقبله؟ دابا كنقولوا كاين القانون في البلاد، كيفاش وجهتي شكايات شنو وقع؟ ولدي القانون كيطبقوه على من بغاو هما. اما القانون الا كان القانون كاين الله ينصر سيدنا، ولكن راه الا تكلم المال كيصمت العدل. شنو وقع؟ شحال من شكايه وجهتي؟ شنو وقع الشكايه ديالك؟ شكايه للسيد وكيل الملك اكثر من 6 ولا 7، عندي الدلائل القاطعه. شكايه للسيد الوكيل العام اكثر من 6 وشكل اكثر من 7 واكثر من 10، عندي الدلائل القاطعه.
عاوتاني توجهت للسيد للرئاسه العامه وبحثت في حقي وعطاني الارقام. ملي مشيت للمحكمه الابتدائيه حرشوا البوليسي باش ما يخليونيش ندخل عند السيد وكيل الملك، مع ولدي فيا السكر فيا اكثر من النسيان. قلت لك دخلت لعندهم تما بقيت نبكي عليهم، قالوا لي سيري راه السيد الرئيس ديال النيابه العامه راه هاد المراجع راه ديال راه هو اللي صار على العمليه، راه زعما راه خدم في حقك، سيري عند السيد الوكيل. مشيت ثلاثه المرات ولا اربعه وتيقولوا لي كورونا راه ما تدخليش، كورونا ما دخلت ويا راه بالعاني باش ما يقل باش السيد الوكيل ما يكتشف القضيه اشنو فيها. عاوتاني مشيت عند السيد الوكيل العام مع دابا كورونا، قال لك ما كيدخل حد، كيقبطوا الشكايه كيطبعوا لي وحده وكيعطيوني وحده. هادشي اللي كاين، ما تحاكم فيهم حتى واحد، ما دخل فيهم حتى واحد الحبس، لا وحدي باقي شي وحدين اللي ضربوا ولدي بالسيف، قالوا لك راه روشيرشي وهما راه كاينين، هما اللي كيهاجمونا دابا، هما اللي كيضربونا بالقراعي، وهما واحد فيهم ضربني بصبعي بموس، وواحد فيهم ضربني بالمرقاط على وجهي، والما تبقى من السبعه راه باقي تيتعرضوا لي. ما جاتيش للشرطه؟ ما جات الشرطه انها تاخذ ولدي؟ هذيك الشرطه راه غير شرطه دايرين كاسيطه الكترونيه فين ما ندوز للديزناف. الشرطه في خدمتكم، الشرطه في خدمتكم بعد قليل الليل كله. هذيك الكاسيطه كتهضر ماشي بنادم اللي كيهضر. مشيتي للكوميساريه؟ اه مشيت اودي الكوميساريه كتبوا لي المحضر وكيتكلاصا في الكوميساريه. راه قلت لك قال لك واحد السيد خدام هنا ساكن في الساكنه ديالنا، قال لك فايت قاري مع النائب ديال وكيل الملك. هاد الهضره دايره كلشي كيقولها. فاش دخلتي عند الكوميسير شنو قال لك؟ قال لي المحضر احنا درناه ولكن المحكمه زعما راه هنا ما عطاهمش التعليمات ما غاديش يقبطوهم بالعربيه تاع عرفت. وملي مشيت عند الضابطه قلت لها كيفاش اللي وجهي محروق هذا، قالت لي حنا خدمتنا درناها ولكن راه داكشي من المحكمه ما منا حنا حتى شي حاجه. راه عندهم الحق، الواجب ديالهم البوليس كيديوه الكوميساريه اللي حدانا، ولكن الواجب ديال المحكمه ما كتاديش الواجب ديالها. علاش هاد الناس هادو غوشيرشي كما قلنا؟ دونك هما اللي كيهاجموكم، الناس غوشيرشي. هادو اللي روشيرشي، هادو اللي روشيرشي كيجيبوهم هادوك اللي فايتين مدابزين مع خويا واللي ضربوا هما اللي حرشوا على الولد باش تضرب بالسيف وفي قدم الذاكره. ما علمتيش الكوميساريه تقول لهم راه كاين هنا هاد الناس هادو اللي كيروشيرشي؟ راه قلت لهم في الشكايه انت انا وليت انايا شعيبيه طالع شفت شحال ديال الشكايات عندي بلا حتى شي نتيجه. والو الناس شنو كيتسناو؟ حقنا واش حنا ما عندناش حق؟ حنا منين جينا من اسرائيل؟ حنا جينا منين؟ من فلسطين. منين جينا؟ راه حنا مغاربه، ولو نكونوا فلسطينيين نكونوا تحت حرم ديال القانون ديال سيدنا الله ينصرو، راه ضروري القانون ما غادي يتحرك ويعطينا الحق ديالنا. رسالتك للحموشي والمسؤولين؟ رسالتي فيا سكر مخي كيتبلوكا. الرسالة ديالي ولدي تنصها لصاحب الجلالة، الله ينصرو، الله يجعل ربي يشافيه، الله يجعل ربي يطول عمرو، اللي عليه راه دايرو، خدمته راه دايره، راه اللي دايرين بيه اللي ما دايرين والو، ما كيبغيوش يديو الواجب ديالهم. أنا كنشكر السيد محمد الدخيسي الكونترول جينيرال، شكيت عليه باش تقبطات هذيك البنت اللي عطات المعدات للمجرمين اللي ضربوا الولد. مشيت كنشكي عليه تما، كاينه خدا بيديا وعطاني كتب ليا ورقه بخط يدي وصيفطني عند رئيس الشرطه القضائيه ديال كلابيجي، عاد تقبطات وحده، ودوك الاخرين اللي حصلوا معاها لقاوها ناعتين معاهم، انا ناعتين معاها في دارهم، لقاو عندهم شي قداش نقول لك ديال السواطر والسيوف اللي لقاو عندهم، وفي الاخر قدموا غير جوج ديال الماس كبار واللي بقى خباو البوليس خباو وما قدموش مع هذا، وجوج قال لك خرجوا حيت باقي المينور. انا ولدي باقي المينور غادي السطور كبر منه ويضرب راجل كبر منه، علاش ما يتعتقلوا؟ سيدنا الله ينصرو راه داير الاصلاحيه، اذا كاين باقي صغير يمشي يكبر في الاصلاحيه، يمشي يتربى الاصلاحيه حتى هي راه حبس، باقي صغير وباقي مينور. اذا الى خرجوا وكيل الملك راه عطاه فرصه فين يمشي يرتكب جريمه اخرى، حيت هو مينور ما ينطش عليه القانون. هذا راه المنكر، هذا المنكر ما كيفتش يدولها ولدي، راه والله من هذا منكر. وكنطلب من السيد المدير العام ديال الامن الوطني هو شخصيا
يعطي التعليمات للبوليس يراقبوا راه الزرقاء ما كتصحاش، راه حتى الجوج حتى الثلاثه هما تيبيعوا الحشيش يبيعوا القرقوبي. كاينين الناس اللي متضررين من هذا الخطر هذا. اولدي وما كنعسو شاي، الجاج علينا، الحجر علينا، السيوفه علينا، السواطر علينا، مرضى في السكر، حدابا بدارنا ما كيحيدوش، راه الشجره قطعتها على قبلهم. القراعي ديال الشراب كيحطوهم وكيجلسوا هنا تحت الشجره ديالنا، تما كيبقاو يشربوا. ملي كنبقاو نجريو عليهم نوضهم تيقول لك لا هذا الطريق عموميه بحيده ملك العموم، هذيك راه باب دارنا ماشي ملك العموم. باب ملك العموم اذا كنت دايزي بحالاتك ولا غادي بحالاتك بطريقه قانونيه، ماشي تهاجمنا وتشير علينا. داك النهار شيروا الراجل كيسد الباب حاشاك خرج طار الزبل وكيسد الباب يشيروا عليه بموس زعما راه ربي اللي بغاه. ما راه صورنا دوك الموس اللي لاحوا تما كاينه وديتو للسيد وكيل الملك في الشكايه وما اعتبرهاش غير هاد عاشوره هادي. هذوك المشاغبين ولدي ديال عاشورة قبطوا دوك البوديزات وضرب فيهم الكربون ولوحوا منا هنا في باب الدار. وعندنا البولة قريبة وعندنا السلك ديال الضو واشتي قريب، غير ربي ما بغاش لنا الأذى. ما كون داك البوديزة ديال 5 لتر الزيت فيها المين وفيها الكربون وكان الشيطان الله يستر غادي يقبط في هذا الساكنة كلها غادي تمشي تحرق. ودورنا اليوم ولدي وكترضع لنا غير ديك الشرطه في خدمتكم، ها هما غادي يجيو كالسيطه مسجله، هما ما كاينينش، ناعسين 70 راحه وحنا هما اللي في خدمتهم وعندهم مانضة حادة عطيها لهم سيدنا الله ينصرو، وما تيقاوموش بالواجب، وحنا ساكنين في ديورنا ما عندناش الحق باش نعسو في ديورنا ولا نرتاحو، ينعسو هما.